الحفاظ على سلامة الأطفال عند وجودهم داخل أو حول المركبة ضرورة تتطلب بعض الاحتياطات البسيطة لحمايتهم. يجب عدم ترك الأطفال داخل المركبة من دون رقابة أبداً، لأنهم قد يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر بعبثهم بأجزاء التحكم، مما يتسبب في تحريك المركبة واصطدامها. تركهم داخل المركبة وهي مطفأة وحتى لعدة دقائق يعرضهم لخطر الإصابة بضربة الشمس، لأن درجة الحرارة ترتفع داخل المركبة سريعاً، بالإضافة إلى أن أجساد الأطفال تنتج حرارة يصعب عليهم التخلص منها بالتعرق مثل البالغين. يجب التأكد أيضاً من ربطهم لأحزمة الأمان بطريقة صحيحة قبل تحرك المركبة. عند النزول من المركبة ينبغي للكبار أن يتأكدوا من نزولهم من الجهة التي تبعد عن مسار السيارات، والإمساك بيدهم وخصوصاً في مواقف السيارات المزدحمة، لأنه يصعب على السائقين رؤيتهم نظراً لصغر حجمهم وسرعة حركتهم. أطفالنا أمانة، فلنحرص على سلامتهم.